اللي ذكر انه بدون تحيز ما عندهم شيء وبدا يمشي واحد واحد، لكن لا عزاء للحاقدين. هذا الامر الاول. الامر الثاني، شكرا للمتسابقين اللي وقفوا وقفه رجل واحد، لانهم يعلمون ان اللي بيننا بيننا في بدون تحيز. احنا والمتسابقين نتصافى سوا، انت يا احمد العوض طرف ثالث. ما ودي اطول لان الفقره اصلا يبيلها من يشيلها، والدليل ضياع المحاور انك صرت تتكلم عن الفقرات الثانيه. التزم بالفقره، بالوصفات، بالطبخه البارده، الطبخه الحاره، الشيف، يعني لو تشد حيلك فيها. وبعدين ترى النقاط من الاعداد ومن الاداره للمتسابقين، تقدر تنشي فريق المتسابقين عشان تعطيهم النقاط، وهم مساكين من سبحان الله قاعدين يصورون عمل للقناه. خلاص عطهم النقاط وخلهم يروحون يريحون ينامون. المتسابقين ترى مو محتوى. والشيء الثاني اداره البرنامج، اتمنى ان ما يجي البرنامج بجواله يصور سناب المتسابقين. في النهايه البرنامج هذا وضع للمتسابقين، نحن يوميا في هذا البرنامج ما في ولا واحد صور سناب مع واحد من المتسابقين. ليش؟ لان اللي وصلوا له هم يستحقونه. اذا احمد العوض ناقصك شو، عندك مشكله، حاول انك تقدم على البرنامج الجاي سكريبت ونشوفك فيه. بعد ما اتوقع اللاينات كل اللي موجوده شاعر ما في ولا شيء ينفع سكريبت. قدم على الاعداد ان شاء الله يقبلونك سكريبت. صباح الخير ابو حزام، المطبخ واحمد العوض. صبحك الله بالرضا والنور يا تركي. والحقيقه نحن كل يوم مع تصاعد البرنامج ومع حماس الشباب نخذلهم باداء المقدمين. يعني المتسابقين كنا نلومهم وكنا ننتقدهم، لكن مشكلتنا ليست المتسابقين، مشكلتنا في المقدمين واختيار المقدمين. انا ما الوم ابو يارا، ابو يارا اتى على 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 ان هؤلاء اعلاميين وابناء القناه، لكن نحن نفتقد للإعلامي المهني الثقيل اللي يملى مكانه. الفقرة ما هي بحاجة ترى على فكرة مقدم جماهيري. القناة منبر أكبر من أي واحد، حتى مقدم الجماهيري ترى على فكرة يجي الفقرة الأولى الحلقة الأولى فقط ممكن يجيب إثارة، ثم بعد ذلك ما يلبث إلا أن يخفت خفوت قوي جدا. صحيح. نحن بحاجة إعلاميين مهنيين. مثلا لو كان الأمر عندي ما يروح سلطان الهميلي إلا القنوات، أنا سامح له، لكن ما يروح سلطان الهميلي إلا موقع معه 5 سنوات. سلام. في البرامج الواقعية رجل إعلامي مهني مكتسب. فعلا. ما يروح إفداح الحيم إلا أنا موقع معه. ما يروح الآن فلاح أبو فراج رغم اختلافي معه فلاح أبو فراج، لكن رجل إعلامي ومهني. سلام. ويستحق، يعني مكتسب للقناة يا أخي. أيضا ما يروح ذكرني يا علي زايد بن سابر من البزنس واحد. صحيح. اجيب فعلا وابدع في التصفيات انا توقعت والله مستمر معك. نحن لا نطالب المذيع انه يصير كوميدي، ما تحتمل الكوميديه، نطالبك احترام الشاشه، احترام المتسابقين يا اخي. اما مساله تبون نقاط ما تبون نقاط، بدون تحيز مصدق يا اخي. ما هي بكذا يا احمد. احمد انا والله العظيم كنت من اكثر الداعمين لاحمد، وبالعكس نحب احمد ورجل يعني محبوب، لكن يعني انا اشوف انه قتل نفسه في هذا البرنامج. وانا اشوف يعني اعطيك اياها، انا صريح دائما انه مستحيل يجدد الاحمد في برامج اخرى، مستحيل، من سبع المستحيلات. وهذا للاسف ما جنت يداك اوكتا وفوك نفخ، يعني انت السبب في هذا الكلام. والكلام للجميع، انت في فقرتك لا ما عليك ضغط، أنت غير مطالب إلا أنك تقدم الفقرة باحترام فقط، باحترافية مهنية باهتمام، ومن أخذ الأجرة يحاسب بالعمل. أنتم لستم متطوعين على فكرة، ما في أحد في القناة دي متطوع ولا حد له فضل وراتب مجزي ترى. ولو تبوني أقول بالأرقام قلت لا لا، بس لا لا لا. للمهنية أني ما أقول. صحيح صحيح. خصوصية وعشان بعد العيون. صحيح. لكن حسد. رواتب انا اشوف انها يعني حتى لو توظف اي واحد بشهاداته ما يحصل نصفها، فلذلك هذه فرص المفروض ان الواحد يعني يغتنمها. ايضا درس لنا، درس للاداره انها ما تقدم ولا يعني تعطي الفرصه هذه ولا تتعاقد الا مع من كان كفء لهذا المكان ومهتم بمكانه ويبي يشق دربه، والله اعلم احكم. امس للامانه خلف القحطاني امس ضيفنا، اليوم الامبراطور ما ضيفنا لا شاهي لا قهوه لا حلا، بس عاد حلا الله اقوى لان نقول الحق هنا بدون تعيز. امس دخوليه كانت من اجمل ومن اروع ومن افضل ومن اقوى
الدخوليات